منخفض جوي قادم وحالة من عدم الاستقرار، والتفاصيل بالمختصر. بداية ومن هاي الليلة متوقع إن شاء الله أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. زي ما بنذكر دائما، حالات عدم الاستقرار الجوي هي حالات عشوائية، يعني زخات الأمطار ما بتكون منتظمة، وأيضا متوقع أنه يكون في زخات غزيرة، وهي الزخات تعمل على تشكل السيول المفاجئة. فرص الأمطار إن شاء الله متوقع أنها تكون على المناطق الشمالية والمناطق الوسطى وبعض المناطق من البادية الجنوبية. أما فيما يخص يوم الغد يوم الأربعاء، متوقع أنه تشمل الأمطار أيضا بعض من المناطق الشرقية، ويكون في انخفاض على درجات الحرارة لتكون الأجواء باردة. مع ساعات الليل من يوم الأربعاء رح يكون في استقرار نوعا ما على الأجواء، لأنه رح تتراجع حالة عدم الاستقرار وترجع وتأثر علينا مع يوم الخميس. يوم الخميس رح يكون في فرص الأمطار إن شاء الله، وبتتركز هاي الأمطار في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة. يوم الجمعة ويوم السبت رح تتأثر المملكة بمنخفض جوي، هذا المنخفض الجوي أيضا رح يكون في فرص أمطار جيدة إن شاء الله على المناطق الشمالية والوسطى ومختلف مناطق المملكة إن شاء الله خلال يوم الجمعة ويوم السبت. ولكن بدنا ننبه إنه مع عطلة نهاية الأسبوع ويوم الخميس والجمعة والسبت، في فرص للأمطار في مدينة العقبة. للناس اللي حابة إنها تطلع لازم تنتبه إنه في فرص أمطار، هاي الأمطار ممكن تكون غزيرة. وأيضا للناس اللي تروح على البحر الميت أيضا رح يكون في فرص للأمطار موجودة مع عطلة نهاية الأسبوع، فالأجواء نوعا ما مش مناسبة لأي من الأنشطة الخارجية. إذا نحكي شوي على بعض التحذيرات، فهو حكينا إنه هاي الحالات من عدم الاستقرار بتكون فيها زخات غزيرة جدا، وهذا الإشي بيؤدي لتشكل السيول المفاجئة، فلازم نبتعد عن مجاري الأودية والشعاب. وأيضا لازم ننتبه إنه ممكن يكون في تشكل الضباب مع ساعات الصباح الباكر خلال الأيام القادمة. بتمنى السلامة للجميع. إذا عندكم أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.